فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الفرق بين الخوارج والبغاة؟ لا، بينهم فرق. خوارج هم الذين يخرجون بدون تأويل ولا دليل لهم، أما البغاة فعندهم شبهة، عندهم تأويل سائغ لكنهم أخطأوا فيه. تأويل أصله سائغ لكنهم استعملوا في غير محله. أما الخوارج فليس عندهم دليل، ليس عندهم دليل يعتمدون عليه. نعم.